لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. كل مرة نسولف عن معاناة خور الزبير، واعتقد هذا الامر واضح للجميع سواء كان بالحكومة التنفيذية او بالحكومة التشريعية. سبق انه شرحنا عن معاناة خور الزبير، سولفنا عن مشاكل خور الزبير. ابسط شيء اليوم نتكلم عن الاطفاء، وهاي الاطفاء جاي نخسر ارواح بين فترة وفترة، وجاي نخسر كثير امور بسبب عدم وجود اطفاء في خور الزبير، علما بانه ميناء خور الزبير عوائد مال 10 ايام تبني اكبر منظومة حريق على مستوى القضاء مو على مستوى خور الزبير. واذا كانت الحكومة عاجزة عن تلبية مشاريع خور الزبير، انا افضل يطونها لمستثمر على مود نخلص من مشاكل خور الزبير. للأسف خور الزبير مظلومة.